كشفت الهيئة الوطنية للصحافة عن أول معارضها المتخصصة تحت عنوان صناعة بلدنا، والذي يجمع كبرى القطاعات الإنتاجية والصناعية بمصر، ويعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الفترة من 3 وحتى 5 يوليو القادم بمركز مصر للمعارض الدولية. وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أكد رئيس الهيئة عبد الصادق الشرباجي أن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة في عهد الرئيس السيسي جعلته قاطرة للتنمية الاقتصادية.